أو شيء بحب ركز على الرب يسوع كان يجول صانعا الخير ونحن شعب الله عم نطوف نعمل الخير نعلن الكلمة والكلمة كلمة الشفاء اليوم راح نختبر باعلان الكلمة كثير شفاء رح تتم بتمنى انه كل من يختبر عمل الرب أو لمسة روح القدس أو المسحة الالهية يعلن الخبر والفرح والابتهاج انه فعلا الرب اله حي خلال كلمته وبكلمه في فايد روح الكلمه هي نبوع التجدد نحن نبني حضاره الحياه في عنصر جديده بعد عنصر رح ته تهتز جدران هذا المكان كان في انفجار بالمرفأ من كذا وقت اهتز المكان كله صار في تصدع صار في دمار انهيار نح اليوم نحن رح نهز هالمكان لكن هزت بناء باسم يسوع بنعلن المجد والشكر بهاللقاء ورح نتكلم نحن وياكم عن المعجزات اكبر معجزه انا واقف هون قدامكم عم بحكي هي اهم اول معجزه <تصفيق> <تصفيق> وبحب أركز دائما بين العلاقه الرباط بين الايمان والمعجزات شيء المعجزة حلو ان إحنا بجامعتنا الروحية عنا بقلب الجماعة عنا أشخاص رابع سعيدين بحبوا الرقص والدبكة وكذا لكن ربنا خلال الرأس والدبكة عم تتفجر المواهب هون <applause> <applause> لكن حبات رح يكون بضمن الوقت أكيد رح نحكي بعض الشروط حتى نحصل على نعمة المعجزات أو نستفيد بحضور وعمل الرب أول شيء بكل صلاة شفاء عم صلي من أجل النمو في الإيمان بصلي أن هذه الجماعة حاضر تختبر وتأكد أن الرب إلى حي الرب حاضر في الوسط إرادة الرب أن يمنح شفاءات هو يريد ويفرح ويبتهج أنه يمنح البركات يمنح القدس والفرح في العطاء وليس في الأخذ ربنا فرحان أنه عم بيعطي لذلك نحن بنصلي من اجل ان نؤمن انه رب اللي حي وان ننفتح او كل شخص منا ينفتح للكلمه ونؤمن الرب هو طبيب الشافي ما في طبيب غيره هو الوسيط الوحيد والمخلص الوحيد والخالق الوحيد والمبدع الوحيد علينا نؤمن بحضور هذا الاله العظيم الذي ينظر ويتحنن ويفرح ويبتهج وربنا بيرقص يا صار في شفاية رب يرقص رقصه رب حلوه هلا اخر شيء رح نعمل دبكه سوا مع الأسيس سعيد وابن جوزيف نعمل حفله دبكه ورقصه. اذا بنرقص بمرقص البشير بفصل سته الرب يسوع لم يتمكن من صنع اي معجزه هناك. لانه كال... لانه صار الشعب الموجود بهالمكان ما كان عنده الايمان، هناك ربنا ما قدر يتمم اي معجزه. لكن وضع يديه على بعض المرضى فشفاهم على البعض. نحن عندنا ثقة كبيرة انه بإيمان الجماعة الكل رح تختبروا عمل ربنا، كلكم رح تختبروا مسحة إلهية، رح تختبروا شعلة مباركة، رح هل... شع نور عليكم، رح تختبروا انه في قوة روحية وفي فايد روح ورح نتكلم كلنا بالألسن اليوم، كلنا بالألسن نقول هود أكيد سكارى، قالوا نحن ما لنا سكارى، نحن عينا مجد الرب وكل من عين مجد الرب يبتهج وكمان بمتى 13 ولم يم... لم يتمم اي معجزات لعدم ايمان عدم الايمان نحن انا ب... ببلدنا وبرعيانا للاسف انا عندي وجع بقلبي وعندي دمع بعيني رعيانا ما فيها ايمان ابدا ولا نتفي في ايمان ولا نتفي انا بصلي حتى نحن كلنا سوا ككهنه شعب الله المختار شعب شعب الله الجديد كعبه العهد الجديد تكون فعلا مشعلين ومليانين ومشبعين حتى ندخل بالرعايه ونشعل هذه الرعايه صارت حاله بهات وفقدان النكهه ما بقى في نكهه روحيه كان في نوع من الثبات والموت ربنا يريد ابناء الحياه والقيامه وفاض علينا روح القدس لازم يدخل في إرشاد الضعيفه ويرفع الى القيامه ويقولوا تنبأ تنبؤوا هذه العظام الرميمه حتى تصير هياكل تتنقل وتفرح وترقص وتبتهج الرب يشفي لكن احبائنا احنا بنصلي لايمان الجماعه وربنا يشفي كمان بقدر الايمان بكل وقت بقول ايمانك خلصك ايمانك شفاك توبه لك هني لك انا بقولها لكم انتم اذا جيتوا المسافات متعدده في اشخاص في حاله رتابه عندنا لقاء اليوم تعبانين اليوم في تاس منه حلو ربنا بده اشخاص قدروا يتحدوا العواصف يتحدوا الاعاصير يجوبوا الـ 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 الاماكن البعيده والقفار ويضحوا بكل المخاطر حتى يتلاقوا مع الرب يسوع يستحق ان يضحي من اجل اسم المسيح يستحق لكن ربنا يشفي بقدر ايمان المريض طوبى لك ايمانك شفاك مثل ما شفنا عشرة الرجل الاعمى ربنا قال له شفاك ايمانك فاستعد الرجل بصره فورا ربنا بيشفي للحال لا يؤخر عمل الشفاء ما في له بكره بتجي على بكره مثل ما الشخص يقول انا بكره بحبك لا هلا بدنا نحب بعضنا مش بكره عمل الحب لا يؤجل عمل الشفاء لا يؤجل كما المراه أنس يا ابنتي لقد خلصك ايمانك بنت مهمجه مرفوضه الى اي حضور ممنوع خالد الجموع يا ابنتي انتم بنت المسيح نحن ابناء الله والله ينظر الى ابنائه بفرح و... ويبتهج ربنا ويريد كل ابنائهم ان يعطوا حضور الرب امتداد الرب يسوع بكل حياته ومسيرته ربنا منحنا القدرات والمواهب حتى قالنا انتم ذريه الهيه شبالا المختار مدعوين تبنوا عالم جديد بدل هذا العالم الظلام والشحوب عالم الخراب والبهدله والذل نريد ان نبني عالم جديد اكيد على معجزه الرب الرب يريد ان يحرك كل شخص منا هذا هو الإيمان، نحن وقت بنصلي بنقول له يا رب ارفع ايدك، الرب يرفع ايده، ابسط بيبسط ايده، مد بمد ايدك، المس يلمس عليكم تختبروا لمسة رب، واليوم بصلي حتى كلنا سوا بإيمان، الرب يرفع يده ويبسط يديه ويلمس هامة كل شخص منكم بلمسة مباركة، وربنا يلمس القدر لمسة رب، الرب يقول بصوت صارخ في قوة خرجت مني من يد الرب، ايد ربنا معلقة بقلبه بقلب الرب المليان بالحب، ربنا يشفي بقوة الحب. والشرط الثاني للشفاء المعجزة تنمي الإيمان. نحن على طول بلقاءاتنا الروحية نختبر كثير شفاءات. عم نختبر كثير شفاءات. وهون الشفاء بدنا علينا أن لا ننظر على الأرض، تقول هذا هو الرب. الرب اللي تفقد شعبه وأظهر مجده. ربنا حاضر في هذا الوسط. علينا أن ننظر إلى الرب بنظرة إيمانية لذلك المعجزة بتنمي الإنين هون بيوحنا في ستنين كانت أولى المعجزات اللي ربنا صنع بقانا الجليل فأظهر مجده وأمر بتلاميذه هون كان المعجزة المعجزة سبقت ال الإيمان ورابع فكرة بنحطها الجماعة المصلية كتير أساسية ما في شفايات خير الجماعة طمنوا بالكم ما في عنصر خير الجماعة بقلب الجماعة روح يعمل اجتمع باسم يسوع الرب الرب في الوسط واذا كنا الجماعه مشتركه مع بعضنا البعض ربنا لانه حاضر في الوسط يشفي في طاقه روحيه في مناخ روحي نحن كنا سوا عم نسبح ببحر من رحمه الرب وبهالحضور بهالمناخ الروحي عم نتنفس بنفس الرب ربنا حاضر في الوسط قدامنا عم بيرقص وعم بيبتهل وعم يتنفس وعم بيتحرك حضور نفس ربنا عم بيتغلغل فينا عم نتنافس بنفسه ونظر ربنا طاقة طاقة روحية قوة الشفاء لنخضع لنظر الرب يسوع نظر ربنا قوي لا يستهب بها لذلك نحن بوسط جماعة الشفاء بهذا المناخ الروحي ومناخ العابك بالمحبة بحاجة يكون في أخوة وأخوات يحبوا بعضهم ها جماعتنا نحن الروحية الرسولية في جماعة بيحبوا بعضهم نغم نجتمع نغمر معنا غمرة حب نشتم اللي كان انه احنا اختي بقدر ما نعيش الاخوه بين بعضنا البعض من يحيا الاخوه يكون ابناء الاب السماوي الاب يفرح شوف عائلته كلها مجتمع الرب يفرح ويبتهج لعائله مجتمع تحت نظر الرب الرب يريد ان يكافئ ويمنح الشفاءات حتى انا انا بحبكم وبريد انه تستفيدوا وتتكافئوا لانكم حاضرين عم بتلبوا ندائي وفي شركه ومحبه بقلب الجميع وكمان فكرة كمان نحط قدامكم فكرة خامسة الشفاء يتم بقدر قداسة الخادم الشفية يتم بقدر قداسة الخادم ومحبة الخادم وتعاطف الخادم مع المريض علينا أن نبكي مع الباكين شوف الشخص بيتقلب ابكي معه معني معني فيه وانا بيتقلب بألمه اذا شفي افرح بفرحه وكل بقدر ما نحن عندنا هالمحبه بقلبنا يوحنا 17 من اجلهم اقدس ذاتي من اجلكم انتم بدي اتقدس انا بدكم تصالوني حتى اتقدس اريد ان اكون رجل قديس اذا ارتفعت جذبت الي الجميع اذا كنت قديس وكلمتي مجبول بالمحبه الرب يشفي بقوه الحب بهالكلمه الخالقه كلمه ربنا خلق فيها الكون قوه الحب ليكن نور فكان النور ليكن انسان فكان انسان شو هالقوه العظيمه العملاقه بكلمه وحده كون الكائنات كلها سوا كلام الحب عمل الحب نحن كيف علينا ان نقضي بهذا الاله تكون كل صلاتنا كل صلاه الشفاء وكل انا الكلمه كلمتنا مجبوله بالمحبه كلمتنا مجبوله بالمحبه هل مح... هالكلمه اذا بنعصرها وبنمضغها تتفجر منا انهار الحب انهار الشفاء والرب كان والرب كان ينظر الى المريض بمقدار كبير من الحب كان يعني نظر المحبه بقدر طاقه المحبه كان يشفي ربنا كان ينظر المريض الى قوه الحب ولكن كما بنقرا بمتى 14 عند نزول الرب الى الشاطئ راى جمعا كبيرا فتحنن عليهم وشفى المرضى منهم فينا نشوف الرب يشفي كل المرضى كلهم معنيين بشفاء ربنا الشفاء الالهي ربي يشفي بطاقة الحب الشفي الإلهي بحاجة نحن بكنائسنا بجامعاتنا المصلية نختبر المعجزات والشفات ونعلن بخبرة اللقاء مع ربنا انه ربنا لمس وشفي حتى نبني إيمان شعب الله ونبني الكنيسة ولكن ربنا ينظر الجموع ويتحنن مثل ما شفنا امرأة يقين النص تيرك هيك بيوجعلي قلبي ماشي ورا نعش ابنه امراه فقيره ارملت ارملت يقين ارملت يقين ارمله فقيره معتره معدومه فقيره عندها اكزت حياتها ابنها الوحيد ماشي ورا نعش ابنه عم تبكي ربنا لا لا تبكي اكيد بكي معه ونا... و... ولمس النعش بايده وتأملوا شو عم بيصير لا ما وكب الغطا كله صاوى وفز الميت ما نعش اكيد صار في معجزه كبيره والعالم كله طوله هرج ومرج امتى القيامة ها قيامه الموتى نحن بكل وقت علينا ان نقيم الموتى بقوه الكلمه لعازر الأمة خارجا شان لعازر طلع ملفوف باللفائف بالاكفان لكن ربنا أنا اله الحياه انا مني اله الموت ربنا اجى حتى يسحق الموت ويلغي الموت بتتميم ازمنه مسيحيه مسيحانيه القضاء على الشر والظلام، يقول إيه لك انا الحياه انا الطريق ونور العالم انا الحق انا باسمي باسم رب يسوع نعلن المجد والشكر على عمله وعلى بركته بحب هيك بهاللقاءات على مائده الكلمه هذه احلى واهم مائده بتمنى من كل قلبي انه سوا نستفيد بهذا اللقاء باعلان هذه الكلمه ما بننسى انه يعني كان الرسل يعلنوا الكلمه كان تحل الروح القدس ويصير في فايد روح ويبش يتكلموا بالالسن نحن اكيد بدنا نعيش هذا الوقت المليان والعابك بحضور الرب هون كانت ما بنشوف قديش ال... بحاجه نكون في عنا القداسه والتعاطف مع بعضنا يكون كلمه فيها محبه نظراتنا محبه ونعرف قديش بحاجه التعاطف نتحسس مع بعضنا التحسس مع بعضنا كثير اساسي بيعطي الشفاء بقوه المحبه والتعاطف في الروحيه وكمان الشفاء يعلن المريض توبته علينا ان نعلن التوبه حبيبي قديش الخطيه هي الحاجز ضد عمل الرب دائما يكون في على لقاء فايد روح عم نحضر لك لسيمينار لفايد الروح باخر او قبل اخر لقاء بنعمل عمل طوبي التوبه مهمه، التوبه هو هدم جدار الفصل، التوبه هدم جدار البغضاء، التوبه اللي يسوع بدماء شفينا ربنا اتى لكي يهلك عمل الظلام، اتى ربي كي لكي بدمه حتى يلبسنا حلل جديد، من هم هؤلاء الشهداء الشهود هم الذين بيضوا حلالهم بدم الحمل. نحن طوبي عم بتصير بدم يسوع وحمل الله حمل خطايانا حمل أعبائنا حامل امراضنا حامل اهاتنا بدنا نقبل نكب احمال الرب يسوع تعالوا الي يا متعبين حاملين بالاثقال انا بدي أريحكم تعالوا الي علينا نقبل دعوه الرب يسوع الذي ينادي بحرقه القلب وبلهفه الحب تعالوا الي كبوا كل احمالكم كبو كبوا كل اوجاعكم كبوا كبوا امراضكم كبوا خطاياكم بدي احملها كلها على كتافي شال المعجزه العظيمه اهم معجزه التوبه ربنا بريد أن نجي قدام ربنا ونكبر له كل كل عهاتنا وكل خطايانا وبقدر ما عم نعمل التوبه ربنا اكيد عم بيهدم جدار الفصل وروح تتدفق بقوه باسم يسوع بقوه تتدفق نعم يا سيدنا نفعلك شكر على العمل الرائع على اعمالك العظيم يا رب شو الالهي اللي ضحى بهالصليب تعال على الصليب كرمالي انا وقد سدد كل الديون سدد ودفع كل المتوجبات ونحن نفوت على الملكوت بعنفوان ب... وبكرامة أبناء الله ما في عنا أي شيء ندفعه علينا بس نكلف خطرنا وندخل باب الملكوت وبعدها بنتغنج بنتغنج ونرفض هبة رب الحب مرفوض حب ربنا غير مقبول ربنا يدعينا بكل محبة تعالوا إلي أنا بدي بدي ريحكم تعالوا إلي هون لكن الخادم هو بلقاء الشفاء أن عليه أن يرى مسبقا في نظرة نبوية يرى الشفاء المريض مباشرة قبل الشفاء مثل ما شفنا الرب يصوت على قبل آزر قبل ما شف لي طلع من الباب القبر قال له يا بي السماء بشكرك أن استجبت إلي يا بي السماء بشكرك أن استجبت كلماتي الرب يشكر مسبقا لأنه رأى بنظرة نبوية أنه في لي يطلع من باب القبر وهكذا تم علينا أن ننمي هذه الطاقة الروحية علينا أن ننمي الإيمان. علينا أن ننمي الإيمان بحياتنا في شخص مريض على مخلع، شخص أعمى، علينا أن ننمي الإيمان بنظرة نبوية قبل ما نباشر الصلاة، علينا أن نرى مسبقاً هذا المريض طلع من الشاز رولاند وعم بيمشي، الأعمى فتح عينيه وعم بيقشع، هذا عمل بده كثير قوة إيمانية، بدنا تدرب لكن علينا أن نتدرب بصلوات البركه والشفاء ونرى مسبقا ان ربنا عم ارادته قبل ما نحن نكتشف نتيجه الصلاه هي بتطلب نظره ايجابيه نظره حب نظره بركه هون يا حبايبي لكن الرب يسوع بيقول كل شيء بتطلبوه وانتم عم بتصلوا امنوا انه لكم ف... فيكون لكم لا بماركوس 11 نحن بدنا نكون صلاه شفاء عن... بدنا نؤمن انه هالعمل تم وربنا بيقول فيكون لكم وايبلكم بقول محلتين بمتى 18 اقول الحق لكم ان اتفق اثنان منكم على اي امر ان لاجله فانا ابليس في السماوات سيحقق لهما نحن متفقين مع بعضنا في عائله عم تصلي عائله مصليه نحن بدنا نصلي باي هدف معين شخص مريض يمكن شخص عنده هيئه عيها شخص اعمى شخص ما ما كونساني معه سرطان شخص مخلى إذا نحن كنا متفقين مع بعضنا ومنصلي موحدين بهم الوحدة مع بعضنا إذا عم نصلي بوحدة مع بعضنا ربنا بحقك هالأمر مع الفعل وما في أعظم منه هذا الإله ونحن إذا نصلي على نوايا كمان خير الجماعة نوايا لبنان يمكن نوايا الأزمة البيئية الاقتصادية أو الأمراض وما شو مليون شغله لكن اذا عم نصلي نرى مسبقا انه لبنان هو عالم جديد بلد جديد بهالمكان نور نور العالم راح راح يشع من لبنان اذا عم نصلي بهالنظره النبويه ربنا بغير كل الاحداث حتى يتمم اكيد رغبات شعبه ورغبات الرب يسوع اللي متطابقه متوافقه مع رغبات ربنا وصلاتنا على الارض اعطونا نحن نصلي حسب مشيئه الرب يسوع هون كان وثامن فكره وبحطها الشفاء هو اراده الهيه نحن بنصلي الشفاء مش عم نشحد من ربنا ربنا هو عم يشحد منا هو هو بيتمنى افتح قلبي حتى استقبل قوت الحب ربنا بيتمنى أن انا استفيد من حضوره في هذا الوسط لذلك بمزمور 104 يقول مجد الرب الى الابد والرب يفرح باعماله ربنا يفرح بشفاءاتكم ربنا يفرح بالبركات ربنا يفرح المخلى عم يمشي ربنا يفرح أعمى يبصر ربنا يفرح شخص عنده اضطراب عنده بلبلة عنده حزن عنده خوف عنده يأس ربنا يفرح أن تتم هذه الشفاءات هو الوحيد قادر يمنح هذه الأمور لأنه هو جاب الإنسان قادر إيده طائلة قادر يعمل كل شيء ما في لا شيء يكون يستعصي على العمل الرب وهون بنقرا بتسليه اشتراف فصل 30 اي 9 ويزيدكم الرب إليكم خيرا في جميع اعمال ايديكم وفي سمر بطونكم وسمر بهائمكم وسمر ارضكم ويعود في عملكم بالخير كما عمل اباءكم بتاسه الاشتراع فصل ثلاثه هون نشوف انه ربنا يفرح بكل عمل خير عم عم بيتم وعم بيتحقق وربنا اكيد بركته كثير عظيمه لكن بشرط بدي يكون انا دائما خاضع لحضوره بحاله انفتاح له قلبي مشرع وعندي الثقة انه الرب يعمل وعمل ربنا لا يتوقف اذا بنطلع بالخالق قصة الخالق باليوم السابع استراح ربنا لا ينعس ولا ينام الاب يعمل والابن يعمل لكن ربنا استراح بقلبي حتى يحقق رغباته يمنح شفاء وبانحجابه عن البشر لكن حاضر بقلب كل شخص منا حتى يتمم عمله ويتمم الشفاءات وهنا يلزم نقرا بروما في 12 اي 15 الرب يجول صانعا الرب بين ربنا بكلمته افرحوا مع الفرحين وابكوا مع البكين بروما 12 بحاجه نحن حتى نستفيد بعمل الرب حتى فعلا نفرح مع بعض البعض ونعرف قديش فرحتنا كثير كبيره اذا شفنا اي اشخاص عم بيستفيدوا وعم بيتعافوا واحلى فرحه يمكن بعطينا ربنا الهبه الروحيه يعني مكافاه كثير حلوه بتمنى كلنا صار اليوم بهاللقاء الروحي يكون في عنا الالسن السنه التسبيح اذا نحن فعلا فاضي روح علينا صار في عنصر ومباركه واجتزت واهتزت جدران هذا المكان راح التسبيح والالسن الرب سيسكن في وسط تسبيح شعبه وزيحوا من الدرب راح يعمل عجايب وكمان برجع بكفي انا وياكم الشفاء واستباق استباق لحياه الملكوت ربنا يريد يتمم مسيح مسيحانيه اذا بنقرا برؤى يوحنا ربنا يريد ان يمسح الدم عن عيوننا يمسح عنا كل مرض ويعطي مسحه فرح ويلغي الموت يلغي المرض ربنا على الارض يريد الان الملكوت الملكوت ليس في بعيد الملكوت هو بقرب كل شخص منا الملكوت هو بداخل كل شخص منا ربنا أتى لكي يتمم أزمنة مسيحانية القضاء على المرض على الموت على الألم على الوجع هون بنشوف أنه فعلا هذا عمل الرب است... العمل هو استباق حياة الملكوت نحن بدخولنا بأي جماعة مصلية أي جماعة مصلية نحن عم ندخل ببكورة الملكوت هذا باب الملكوت ندخل بباب الملكوت ب... ك... كمدخل كمبدا لكن هون العمل يتواصل يتواصل حتى اكيد باخر حياتنا الزمنيه ندخل وجه بالوجه تحت نظر الرب ونحن تعودنا بحياتنا على الارض بالعيش مع اله حي نحكي مع اله حي ينظر الينا وننظر اليه لكن بنظره الايمان نظره بقلبنا لكن اذا وصلنا هذه المسيره بهالعبور لمدخل الحياه النهائيه نمسل امام الرب وجه لوجه نتامل فيه بالعين المجرده هون كيف بيروح يوحنا فصل 21 ربنا يمسح كل دمعة تصير عن عيونهم لا يبكى ولا موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع انا الاشياء القديمه زالت بدنا نعيشها هلا بدنا نعيشها هذه الايه هلا بدنا نعيشها ربنا حاضر حتى يمسح الدمعه حتى يشفينا عمل ربنا لا يؤجل وكمان العاشر فكرة الشفية تم بقوة الحب والخادم يشفي بطاقة الحب إذا نقرأ بمتى 14 عند نزول رب إلى الشاطئ رأى جمعا كبيرا فتحنن عليهم وشفى المرضى كله صبا فعلا إديش ربنا بحاجة بطاقة الحب ايش بحاجة نستفيد ونستقبل حبه إذا نقرا بلوقة ستة وحامل الجميع الناس أن يلمسوه حاولوا أن يلمسوه لأن قوة ك... كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم ايش بحاجة نحن نتعبى إيه هذا أنهار من الحاب يوحنا فصل سبعة إن أعطى شاحت فلاتي إليه ويشرب والمؤمن كما يقول الكتاب يتفجر من اجواف انهار ماء الحي هون بنشوف داش بحاجه نحن مطرح ما عم نتنقل بكل مكان عم ندخل فيه عم تتدفق منا انهار الشفاء من اجوافنا لذلك داش بحاجه هذه الانهار التي تروي كل شخص بحاله عطش هو الذي يروي العطش الرب يسوع يمنح الشبع بفاضي هذه الانهار بيتم عمل الشفاء الرب يتعاطف اكيد وربنا بيعبينا بطاقة الحب وربنا بيعبينا انهار الحب هنا فايد الروح فايد الروح روح القدس مش روح كيف ما كان الاله روح القدس لكن روح المحبة اذا ما فاض علي روح القدس ما في عشنا العنصر الجديد ما راح اتعبى بمحبة الرب هون شفنا قديش ربنا بيعطينا بهالمحبة وقداش عم تتضفك وتلحب الحب منا كيف بطرس ماشي كان خيال يمر على المريض والمريض يشفى مش خيال الروح القدس وين ما رحنا بتذكر بكنيسه ساري بالزوب كنت قاطع آه من الكنيسه وانا ماشي بتذكر في ناس يتشقلبوا كان يومتها كنا مشبعين روح الرب ناس يتشقلبوا كان بعيد عني اربع خمس اربع متوره تتشقلب الناس هنا من وين عمل الروح القدس دائما احنا على طول لا ننظر الى على الارض نرفع يدنا لفوق هذا هو الرب يلي حاضر ويروح روح قدس عم بتدفق من من جوف المؤمن منه الى عمل الهي وهدفه اكيد تعطي الشفاءات لأنه قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم لوقا فصل ستة وانا اذا بنقرا بعمل الرسل مع بطرس الرسول بيقولوا للمخلى انظر الينا فنظر اليه ما متوقعا ان ينال شيء لأنه طلع فينا شخص عم بيشحد على باب الهيكل بده شقفه خبزه بده ما شو بده هونيك قرشين صغار قال طلع في طلع بعيني من عيني عم بيتدفق عيني قوه الحياه قوه الحب دائما العينين مرآة القلب نكشف قلب الانسان خلال النظر طلع عينينا هون لكن لمن طلع و... فنظر اليهما متوقع ان ينال شيء فقال بطرس لا فضة عندي ولا ذهب لك أعطيك ما عندي باسم يسوع المسيح الناصري لك أقوم قم وامشي باسم يسوع فقام المخلى صار يفز مثل الغزال نحن في أشخاص بحالة مرض أنه بحب هيك بإيمان نختبر اليوم العمل الربنا الشفائي نختبر أنه ما راح نخرج هذا المكان لن نبرح هذا المكان قبل أن نحصل على بركة الرب راح نعانق ربنا ونتلقط فيه ما راح فلتك أيها السيد قبل ما قبل ما تستجيب صلواتي وتمنحني بركاتك إذا فعلا المؤمن في طاقة حب المؤمن المناديل حطوا على المناديل على على أو على أجساد الرسل حطوا المنديل على المريض يتم الشفاء قوة هذا قوة قوة الشفاء المناديل لمس الرسول ولمس المريض وتمت المعجزة هذا العمل الذي أن يتحقق الرب يسوع أمس واليوم إلى الأبد عمل ربنا لم يتغير هذا العمل يجب ان يتحقق نحن اليوم كنا صابة بهالايمان انه ربنا فعلا بهالمكان حاضر عم يتمم اعماله العظيمه راح نختبر انه ربنا بعمل الرسل لا تبرح هذا المكان قبل ان تسكم عليكم قوه من السماء من العلاء نحن ما راح نترك المكان عند السّيّ سعيد راح نضل قاعدين وراح ننام على الارض ما راح نترك وراح اكيد والعشاء م... والعشاء حسابي بنقدم عشاوات <applause> نحن الخوان كثير كرمه بنقدم عشوات بسرعه ولكن <applause> وكمان رح ندم يضم الوقت وقت خمس دقائق بعد عم بتطلع على الساعه مهم يا الساعه قدامنا وانا كان الشفاء بيتم حبايبي بقوة وقوة الكلمة. قوة الكلمة، الشيطان بيقول كلمة، اختار حبا ما فينا نقدر نفرق بين الكلمة اللي تتلقى الان والكلمة اللي تتدفق من فم الاب. علينا ان نتغذى بكلمة رب الكتاب المقدس تكون كلمة من منا وفينا ما يكون في أي طلاق بيني وبين الكلمة. تكون انا كلمة متحركة ناكر مجد الرب يتاج قلت الكلمة ربنا بكلمته تم الخالق وعمل الخالق يتواصل لقوة الكلمة المجهول بالمحبة وبدم يسوع نعلن الشفاء بدم يسوع بأشعية فصل 53 بدم يسوع, بدم يسوع. بدماء شفينا وقد جرح من أجل أسامان وخطيانا نحن علينا نشفي بدم يسوع نحن بدم يسوع عبي عبي عم بيطهرنا عم نختص بدم يسوع كنا صوب هالعنصر عم نختص مش فقط انهار ماء الحي عم نختص بدم الحمل حتى نعبر انسان المرض انسان الفقير والشح انسان الظلم والضعف الى انسان جديد يتمتع ببركات وعطايا الرب لذلك بنقر بفصل متى فصل تسعه سأريكم أن ابن إنسان والسلطان السلطان على الأرض ليغفر الخطايا وقال الكسيح قم احمل سيراك واذهب إلى بيتك بقول الكتاب المقدس وقال للكسيح كلمة قال كثير مهمة يعني بكلمة الرب ربنا عم يتم الشفاء ونحن بكل كلمة من أولى إن يعني كان بالشفاء أو بطرد الأرواح عم بختبرها بطرد الأرواح أنا عم بطرد أي روح شخص ملسوس أو ملبوس بقول له مثلا باسم بق بأمرك بيقول ما بدي اركع مينك انت؟ عم بقول لك باسم يسوع اركع وبحكي انا مكتف رجلي أنا يعني مرتاح مباورد كول cool فيري cool ايه كول بعد شوي بقول لي في قوه عم تجبرني اركع مين عم بيقدر يركع؟ كيف عم بركع؟ عم بركع بيركع مثل مثل بطاعه كلمه ربنا حابه طاقه روحيه كلمه طاق هيك هي, هي قوه الشفاء الشفاء بالكلمه الكلمه تشفي لذلك بحاجه أكثر أحبها وبكل محبه لكم ما في عنصر بدون ما اكون انا مشبع بالكلمه اذا ما تشبعت بالكلمه ما في اي عنصر ابدا نتشبع بال... وكل مشاكلنا بتصير لانه في فراغ من الكلمه في فراغ من الكلمه يقول السيد يا عبي فراغات قلوبنا بكلمتك بحبك الالهي لذلك الكلمه تشفي وبحاجة نحن بقوة هذه الكلمة وبسلطة الكلمة بقدر ما أنا فعلا مشبع بكلمة ربنا والكلمة صارت من عمق كياني وفي اختبار رائع بيني وبين هذه الكلمة وكل كلمة تطلع من تمي هي كلمة الرب إذا بنطلع بهالعنصرة بالعنصرة صار في ألسنة نارية شكلت على رؤوس الحاضرين مع تلاميذ الرسل والجموك اللي سوا لك هذه ألسنة نارية بقول الكتاب المقدس لكن دخلت من رأسي وحلت بقلبي وإذا قلبي انتلى بحب ربنا وانتلى بهالشعل الإلهية والألسنة نارية عبت لي قلبي ومن فيض القلب يتحرك اللسان واللي أكيد نار تتدفق من أفواهنا وربنا بينا جد قلت نار كما هي رغبة رب هذه النار أن تشتعل نعلن هذه الكلمة بقوة بسلطان الكلمة تلمس شعلة مباركه كلمه ناريه قاسيه من فم الرب من من فم البشر لكن كلمه الرب هالكلمه اللي تلمس بتلمس تخر وبتخصب وتبارك وبتعطي ثمار وبتعطي الشفاء بالكم بكل محبه امتلوا بكلمه الرب تذوق طعم الرب خلي كلمه الرب تتغرغل فيكم تغرغل حتى تتفجر من من افواهكم هذه الكلمه كلمه خالقه كلمه تمم عملها والكلمه لا ترتد قبل ما تعطي الثمار على الارض هون من بنقرا فصل ثلاثه هكذا حب الله العالم حتى واب ابنه الاوحد فلا يال كل من يؤمن به بل تكون روحية الابديه أن لنا ان نؤمن بهذه الكلمه وكلمه ربنا اكيد مره تكوين فصل واحد لي ثلاثه ليكن نور فكان النور اكيد هاي الكلمه هذه لا تتوقف كلمه ربنا لا تتوقف كلمه ربنا كلمه إمرأ ثقوا بكلمه ربنا ثقوا ربنا حاضر خلال كلمته غمروا كلمة ربنا غمرة حب استفيدوا من حضور ربنا بوقت الألم الوجع بأي حالة خلي كلمة ربنا تكون هي التوجيه والهدية والحماية لكم ومنها أكيد الشفاء بالمواهب الروحية هذا موضوع بده ثلاث أربع ساعات ب... نحن هني يعني بهاللقاء ال... بها الروحي روح قدس عم بيظلل هذا المكان لما يعني تروح القدس تتظلل ربنا ينسكب ويمنح مواهب روحيه ونبلش بهالمواهب بها يعطينا الالسن كلمه النبوه المعرفه الشفاء بيعطينا انواع المواهب الروحيه هذه المواهب منا ملكي انا ولا ملكك انت هذه المواهب من اجل الخدمه وعمل الخير على مثل الرب يسوع كان يجول يصنع الخير انا بصلي حتى كل سوا بهاللقاء نستفيد بمواهب ربنا وبصلي حتى بسخاء ربنا والهبه الحلوه راح يمنحها كلكم سوا كلكم راح تاخذوا مواهب اليوم هيك عندي نظره شوي نبويه في نقول انا كلكم راح تاخذوا مواهب راح كلكم راح تتفجر فيكم مواهب راح تطلعوا من الكنيسة قوه ضاربه قوه كوماندوس ازيفه نوويه تبني شعب الله لك شكر مجد السيد هلا وللأبد آمين